اعتقلت السلطات الأمنية في عاصمة روسيا البيضاء مينسك فلاديسلاف باوغرتنر الرئيس التنفيذي لشركة أورالكاي أكبر منتج روسي للبوتاس للاشتباه في استغلال منصبه والصلاحية الرسمية الموكلة إليه، وأعلنت أنه سيبقى شهرين على الأقل في السجن. اعتقال باوغرتنر جاء عقب أقل من شهرين على انسحاب أورالكاي من شركة مشتركة مع بيلاروس الكايا الروسية البيضاء، وتم القبض على الرئيس التنفيذي لشركة في مطار مينسك بعد محادثته مع رئيس الوزراء البيلاروسي ميخائيل ميزانيكوفيتش. السفير الروسي في روسيا البيضاء ألكسندر لوسوريكوف يقول موقف السفارة هو ما يلي: الإفراج الفوري عن السيد فلاديسلاف باوغرتنر وتفسير ما حدث له، لأنه وصل إلى هنا بناء على دعوة رئيس وزراء جمهورية روسيا البيضاء حيث كان سيلتقي برئيس الوزراء. انهيار الشركة جاء في أعقاب الانسحاب المفاجئ لشركة روسيا من المشروع المشترك بين البلدين. الانهيار يمثل ضربة قوية للوضع المالي لروسيا البيضاء بسبب انخفاض أسعار البوتاس. وتتهم روسيا البيضاء إدارة الشركة بوضع خطط غير قانونية للمضاربة على أسعار البوتاس في السوق العالمية واحتجاز الأرباح لنفسها، وترفض موسكو هذه الاتهامات.